في البدايه بس بنبارك لك بقى على بطوله 2001، كنت مدير فني 2001 الموسم اللي فات خلاص، وما شاء الله برضو 2001 من ضمن الفرق اللي شاركت او حصلت بطوله الدوري. الحمد لله، طبعا كرم وفضل من ربنا سبحانه وتعالى. يمكن انا رجعت اخر 14 مباراه، الحمد لله يعني كان لينا نصيب بمجهود ناس كتير قوي، يعني في جنود كانت معلومه بدايه من الكابتن خالد بيبو، مستر مايكل، كابتن احمد عبد الظاهر المدرب العام اللي هو طول السنه كان موجود، لكن في جنود مجهوله كانت في الموضوع زي الكابتن عمرو انور، هو اللي ابتدى الموسم وابتدى فتره الاعداد، هو اللي عد الفريق المحترم. الجيش بقى بتاع الاداريين اللي اشتغلوا على ادق التفاصيل وقدروا يحسموا البطوله بحاجات اداريه، لعيب ورقه مش مظبوط في المصري، لكن هم اللعيبه برضو ادوا اللي عليهم. احنا وصلنا بعد ما كنا متاخرين 13 بونت ان احنا تساوينا مع فريق الجيش، تعادلنا في النقاط معاهم، ويمكن اتحسمت في الاول بالمواجهات المباشره. لكن يعني موسم حلو، وانا كان ليا برضو نصيب ان انا مرنت 2001 ثلاث سنين متتاليه قبل ما يعني ما اطلع فتره كده في الدوري الممتاز، فانا حافظهم وعارفهم والحمد لله هم جيل محترم، وبرضو في لعيبه كتير كانوا بره، يعني المغربي وشادي وعربي، دول لعيبه اساسيين في 2001. فمتمنى لهم ان شاء الله باذن الله ان احنا الفرقه دي ابتدت معاك من الاول، من بدايه المسابقات، يعني كانت 15 سنه و16 سنه و17 سنه. خدنا برضو البطوله، يمكن اخر بطوله لينا كانت يعني ارقام كبيره، خدنا البطوله قبل ما تنتهي بسبع اسابيع، فرق 25 بونت عن الزمالك. لكن الحاجه الاهم، احنا بندور دايما على البطوله في النادي الاهلي، لكن الاهم مين اللي هيطلع الفريق الاول، مين اللي هنستفيد منه. انت بتتكلم دلوقتي في حمزه 2001، حمزه علاء، كوكا، احمد نبيل كوكا، من اللعيبه الهايله اللي ان شاء الله ليهم مستقبل كبير. محمد اشرف، انا بتكلم على المتواجدين حاليا في الفريق الاول، احمد سيد عبد النبي مع مجموعه اعارات، عربي بدر وشادي رضوان ومغربي في تشيك، ده برضو من واحد من ان شاء الله بنتوقع له ان هو يكون من اللعيبه اللي ليها شأن كبير في الكره المصريه، التزام وانضباط وشخصيه النادي الاهلي. بدل جبت سيره شادي رضوان، لازم اقف عنده، كان يعني عامل مواسم مع كابتن شرف هايله، اختفى شويه. يعني الاصابه طبعا، مع يعني دايما الاعاره، بحب ان اللعيب يطلع يلعب، المكان اللي هيلعب المكان فيه هو اللي يروحه، هو ده الاهم، انت بتسيبه عشان يلعب. لكن برضه ظروف طبعا، كل مدير فني وكل نادي، لكن هي الظروف ما خدمتوش. لكن طبعا انت عارف ان بتيجي فتره اصابات كتير ورا بعض، لكن مجرد ما هياخد يعني الملعب هيفتح له شويه في ادائه. شادي من المواهب اللي ان شاء الله يبقى ليه مستقبل كبير، عنده سرعه وعنده مهاره، ويمكن انا اول مره يلعب قلت له انت مش هتطلع من الملعب، يعني هو كان بعيد، او كان انت عارف برضو عندنا اللعيب ده جسمه قليل، ده في لعيبه بتتظلم كتير في الجزء ده، وفي لعيبه لما بتصبر عليهم. انا صح. كنت شادي مستنيه، يعني يمكن كان كابتن اسحاق اول كان معايا في السنه الاولى، كنا مترهنين هو هيخش معانا في بدايه الموسم ولا في بدايه الدور الاولاني. شادي اول ما خد واكتملت النمو بتاعه والقوه بتاعته، ما عادش. ده مهم جدا ان المدرب يبقى ليه رؤيه في اللعيب اللي شايفه. ممكن انا ما بلعبش دلوقتي، استنى عليه شويه، لكن اللعيب ده هيجي في يوم من الايام.